تمسح لي دموعي انا في بواكير صباح. اكتشف الأستاذ عبد المنعم الخالدي موهبته في الغناء، فبدأ يؤدي الغناء الشعبي. بدأ المرحوم الفنان عبد المنعم الخالدي بالغناء الشعبي في بنادي دم سلمان، دم سلمان في الحلة الجديدة، وبدأ نشاطه فترة معينة، وبعدها انتقل إلى الفن الحديث والتقى بالأخ السير بغدادي. السير بغدادي أدله لي بالحلة الجديدة على أساس أنه عنده كان مناسبة في حديقة الحيوان، لأنه كان يعمل في ذلك الوقت في حرس الصيد. ففعلا ذهبت معه، وكنت أنا بعزف على آلة العود، فذهبنا إلى هناك وفعلا بدأ الغناء، ويعني كان لأول مرة أنا أسمعه. أعجبت بصوتي، والحقيقة عرضت عليه بأنه نحن لدينا فرقة شباب الحلة الجديدة. الحقيقة كان بنضم يعني من شخصي أنا النور محمد جمعة والأخ حيدر علي عبد الله، ومعنا واحد اسمه عبد العظيم عازف إيقاع. ففعلا ركزنا في المشروع ده وفعلا توسعنا فيه، وكان بقيادتنا كان في واحد اسمه السر البغدادي، هو كان بمويننا بالقروش يعني بالمال يعني. وفي العام 1976 أجيز صوته بالإذاعة. منعم لما مثل الإذاعة سنة 76 سنة أجيز صوته، فبعد ما استمعوا له وكان مجموعة من الأصوات من دونهم المرحوم المقدم عبد القادر عبد الرحمن اللي هو والد الموسيقار جمال، وهو كان عازف مع الخالي منذ بدايته جمال عبد القادر، وكان معهم المرحوم سليمان عبد القادر وعبد العظيم ابو سنب على الايقاع، والنور محمد جمعه وحيدر غندسه، دي المجموعه اللي كانت اجازه الصوت مع في الاذاعه في الفتره دي. فبعد ما انتهى من اجازه الصوت يعني اللجنه انبهرت لصوت منعم، وحتى الكحلاوي ما قدر يتمسك، قال لها منعم بامانه انت بتشيل السكر بقبضه يدك وبتكبه في غناك. انا ما لقيت لك صوت زي الصوت يعني من سنين طويله، من اجمل الاصوات اللي قابلتني انت يا منعم، وحيكون عندك مستقبل كبير جدا جدا. اول تسجيل لمنعم في التلفزيون
تقريبا 83 أو تسجيل تقريبا 83 منعم قلنا فيه جيت مهاجر وتعلمنا من ريدة وسلمى وباركوليك وباركولي على ما أذكر ده سنة 83. أقول الكلمة ما تعهد خلاص في الظلمة، أقول الكلمة ما تعهد خلاص في الظلمة، وعاد بالليل ده ملل طويل يا سلمى، وبعاد بالليل بعاد بالليل ده ملل طويل يا سلمى، وبعاد بالليل الليل طويل يا سلمى، بعد بالليل الليل طويل يا سلمى. انت ما شفت علي دوام عشان حبك فغاسيه، انت ما شفت علي دوام عشان حبك فغاسيه، بصابه بخيالك ديما وارجو الليل اماسيه، وخاطب سراب الحب ومرات أقصد فيه، بكبكي في دموع الشوق لقد ما بخليه، بكبكي في دموع الشوق لقد ما بخليه. حبا ضاع كما ضاع سنين لليوم بنحكيه، وحبا ضاع كما ضاع سنين لليوم بنحكيه، تقول قال الحديث بين لبنى خاف النسمة تبشيه، وانت ليه يا سلمى يا ظالمة بيتك وقلب تطويه، سلمى ليه يا سلمى يا ظالمة بيتك وقلب تطويه، بتحرك رومي ومن غبره وعن ترفي بواديه، تحرك رومي ومن غبره وعن ترفي بواديه.
غريب الدنيا 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 كم عاشق صبح طربان تبكيه وكم قلب المنور شوقه تطفيه وكم وعد يقرب يبقى تلغيه غريب الدنيا 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 حليل شوقي معيوناتك تلاقيه يدور يرجع وتحلم ما تخليه حليل شوقي معيوناتك تلاقيه يدور يرجع وتحلم ما تخليه ويا ما عشت في نشوة قبل ما حبي تنسيه ويا ما اتفقت عبرات تزكي حنان ترويه غريب الدنيا 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 غريب الدنيا. وبعد عام من إجازة صوته بالإذاعة شارك الفنان عبد المنعم الخالدي في مهرجان الثقافة الثاني. شارك في مهرجان الثقافة الثاني سنة 77، شارك بأغنية يتعلمنا من ريدة حب الناس، هي اسمها حب الناس، والأغنية دي يعني عندها قصة. منعم كان مشارك، المفروض يفترض انه يشارك بأغنية اسمها عمر الجرح، جاب النص لبداود اللي هو عمر الجرح عشان ما يغني الأغنية دي هو، وفي أخونا حاشم حسن الأستاذ حاشم حسن جاب يعلمنا من ريدة، فأخونا المرحوم سناب داود بعد ما لحن العملين بعد ما أدوم فقال لي أخونا الخالدي يا أخي تعلمنا من ريدة تشبهك أنت وديك بتشبه هاشم، أغنى هاشم أدوه حمر الجرح وأدى منعم يتعلمني من ريدة اللي هي شارك بها، كان طبعا في مهرجان الثقافة جات كان السادس مشترك، وكان من الفنانين المشاركين. الفنان كان الأول عثمان الأطرش، والثاني كان اللمين عبد الغفار، والثالث كان هو مشترك معه مصطفى سيد أحمد والمرحوم الخالي، وكان فيه برضو نجم الدين الفاضل، ونخبة يعني نخبة كبيرة جدا يعني، هم ظهروا في هذا المهرجان يعني ظهروا مجموعة كبيرة جدا في المهرجان ده بالذات، يعني كان فعلا فيه تنافس شريف يعني وجميل يعني. فبعد ذلك يعني انطلق. تعلمنا من ريدة نحب الدنيا وريدة، تعلمنا من ريدة نحب الدنيا وريدة، ويرحل في عيون
زريدة شيلي كل زريدة شيلي كل زريدة هيا هيا كل زول تاني
وتزوج الأستاذ الخالدي في قمة مجده الفني وكون أسرة تنعم بالحب والوفاء والترابط السامي. عبد المنعم فعلا هو نعم الزوج، بغض النظر عن أنه الخالدي الفنان طول يعني حياته الفنية أو مسيرته الفنية أبدع، وكان فعلا يعني أنا بتكلم عنه كفنان وكزوج إنه مدي نفس الإحساس بتاعه الفني لبيته، يعني في تعامله مرهف، يعني إطلاقا أنا ما اتلاقيت منه إنه مثلا الزوج اللي بتعامل بتعامل بتاع إنه مثلا رسميات أو بتاع إنه بالعكس إنه حنين معانا، وحياتنا كانت جميلة جدا جدا، والحمد لله أنجبت منه يعني 5 أولاد اللي هم الكبير على الدين، ومفروض هسي كان يكون قاعد معانا لكن بس في ظروف وغاب يعني. فالمهم وبعد ذاك عمره وربنا يرحمه يعني توفى طبعا، وأشواق البيت الوحيدة أبوها يعني زرع فيها الحب والحنان وزرع فيها كل الكلام الجميل يعني، ووالدين اللي هو سماه طبعا عبد المنعم علي والدين لاعب الكرة برضو ربنا يرحمه، وحتى بعد ذاك آخر العنقود عباس، وعباس طبعا سماه علي أبوه الوالد. الله يفاتح لنا بيته أنا وأولادي أنا وجناي أنا وبناتي، ما أصو ولا بكشر فينا ولا بزعل مننا ويكرمنا، وراجل فضيل وراجل طيب، وأنا وحدة الناس يعني ما عندي أقول لك الفنانين كلهن أنا غير عبد المنعم حاجة بتهزني ما في، لما عبد المنعم يغني أنا بمشي أحضنه وأبكي، لأنه شنو لما جاني وختب مني بتدي قال لي أنت أمي، وأنا بحبك أشد من أمي، الكلمة دي في قلبها بتروح. عبد المنعم الخالدي بصورة عامة هو في البيت وبرا البيت هو واحد، هو الإنسان، هو الطيب، هو اللي بيعاملنا يعني كأسرة في البيت، وبعامل الناس في الشارع واحد جدا. الله يرحمه، هو كان صديق بالنسبة لي شديد زي ما قالت ماما، فالله يرحمه كان مال علي يعني حياتي كلها، وانا بقول مش كان مالي جزء من حياتي وانه هو ابوه بس، لا بل بالعكس يعني انه هو اللي كان الصديق، هو اللي كنت بلقاه وانا في كل لحظه يعني.
ما لبقيت حزنان يا قلبي يا ريان ما لبقيت حزنان يا قلبي يا ريان والشوق عليك ازداد في موسم الاعياد الشوق عليك بزداد في موسم الاعياد صح الحنين جواي الحنين جواي دبر الهوى الوقار لو عاد وانا زي سواد شعر وزادت حظوظي سواد يا ريت بس لو عاد وانا زي سواد شعر وزادت حظوظي سواد لا دمعي فيه وافات ناعم جدي الريل بالصياد لا دمعي فيه وافات ناعم جدي الريل قلبي غلب الصياد لو ما بخاف يا ناس كنت ليه بقيت في زمرة الصياد هاجرت زي عصفور جافت بلاد وبلاد كتبت فيك اشعار حسدوني فيك حسان هاجرت زي عصفور جافت بلاد وبلاد كتبت فيك اشعار حسدوني فيك حسان عجباني فيك عيون مفعولة غير مروان سحراني فيك عيون مفعولة غير مروان جواي نار الشوق نار الشوق زي صرخة المنان هاجرت زي عصفور جافت بلاد وبلاد كتبت فيك اشعار حسدوني فيك حسان هاجرت زي عصفور جافت بلاد وبلاد كتبت فيك اشعار حسدوني فيك حسان سحراني فيك عيون مفعولة غير مروان سحراني فيك عيون مفعولة غير مروان جواي نهر الشوق نهر الشوق زي صرخة الميلان التحق الأستاذ عبد المنعم الخالدي بعد دراسته في المعهد العالي للموسيقى والمسرح التحق بدار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى والمسرح كان ذلك في العام 1981 وكان نجما يشار له بالبنان كان إضافة حقيقية لدار الخرطوم جنوب للغناء والموسيقى والمسرح لما قدمه من فن راغي
واصيل لا يصدأ وسيظل باغيا في الذاكرة لا يطاله نسيان. الأستاذ عبد المنعم الخالدي قدم لدار الخرطوم جنوب الكثير والكثير والكثير. عبد المنعم الخالدي من أوائل المطربين اللي كان بيشجعوا المطربين في الدار على اقتنائهم لأغاني خاصة، يعني كما بدأ الخالدي بدأ بغنى خاص، عشان كده هو بدأ بداية قوية. يمتاز الخالدي بطلاوة صوته وجماله وهو يغني في مقامات موسيقية مختلفة تلونت بالاستماع لمبدعي بلادي. يا ما اجتمعنا في تهلي وفي تمني وصلنا فرغنا وقالي اصبر في العاجل الندامة وكم صبرنا كم 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 الى ما تطيب عقولنا كحرمنا من وهو يغني في طبقة التنور الأول وهي من الطبقات المتسعة والصعبة في علم الصوت، وكان يتفرد في اختياره للنصوص والألحان. عبد المنعم رحمة الله عليه كان بيقول أنا إذا ما وجدت نفسي في النص واللحن ما بغنيه مهما كان الملحن او الشاعر، اذا وجدت نفسي في اللحن او النص انا بتناوله وبغنيه. رحل الاستاذ الفنان عبد المنعم الخالدي في العام 2008. عبد المنعم الخالدي صوت شجي يفيض حلاوة وهو قيثارة الفرح التي تلاشت جسدا وبقيت فينا روحا بفنها الأصيل ونغمها المموسق.
عشت متألم معاك أنا أصلي في حبي مسافر وانت سعادة طول يا كله يا أمل ما عليه آخر عشت متألم معاك أنا أصلي في حبي مسافر وانت سعادة طول يا كله يا أمل ما له آخر برد ما مليت روحي لسه مدرجيك مساهر برد ما مليت روحي لسه مدرجيك مساهر حبي كله مناه عندي لو تعرفي هواي نادر حبي كله مناه عندي لو تعرفي هواي نادر عملته ذكرى مكتوبة بحروفي ودي طموحي حبك انت ناب عمل مشتاق شوفي وانت برضو علي غالي برضو علي غالية في المنام لو مر طيبي لكن الظاهر ظروفي دي ما بتقول لينا باطل لكن الظاهر ظروفي ليه ما بتقول لينا باكر في العيون شلنا هرادي وفي شعورنا عرف مكانه بس دين حافظنه نحنا وفي فؤادنا مكان أمانه
شيرين ما قالوا بس ليه حافظنا احنا وفي فؤادنا ما قال امانوا نحنا ربنا فكرة وكل منتظرين حنانو قال احنا ربنا فكرة وكل منتظرين حنانو خوفنا تظلم الليالي ويبقى حافظ ريدنا خوفنا تظلم الليالي ويبقى حافظ ريدنا يا حبيبة وحات عيونك عشت متألم معك ولما أشوفك ما السجايا قلبي يسرح بوراك يا الحبيبة وحات عيونك عشت متألم معك ولما أشوفك مع السجايا قلبي يسرح بوراك وحتى لو يسمح غبتي غبتي بدعو رب الكون أراك حتى لو يسمح غبتي غبتي بدعو رب الكون أراكي يحفظك من كل ناظر والزمن ما يبقى جاير يحفظك من كل ناظر والزمن ما يبقى جاير يحفظك من كل ناظر والزمن ما يبقى جاير يحفظك من كل ناظر والزمن ما يبقى جاير